اهلا بيكم مشاهدين قناه الصحه والجمال، معكم اميره يحيى في حلقه جديده من حلقات برنامجكم صالون الاميره. دايما بقول في برنامجي علشان تفضلي جميله تتابعينا دايما في صالون الاميره. فقرتنا النهارده وحلقتنا النهارده هتبقى حلقه تجميليه من الدرجه الاولى لكل امراه مصريه. شكل الايد، شكل الضوافر من اهم الاسس والعوامل لجمال المراه. هيشرفنا ويكون معانا النهارده خبيره الاكليريك والميكرو بليدنج والرموش جيجي مرقص. مساء الخير يا جيجي. اهلا وسهلا بيكي يا نورتينا وشرفتي صالون الاميره يا حبيبتي. نورك، ربنا يخليكي يا حبيبتي. ميرسي قوي. اهم حاجه في المراه وجمالها شكل ايديها. طبعا طبعا، وطبعا من كتر ما احنا بنغسل بميه وبنعمل حاجات في شغل البيت شكل ايدينا سيء جدا. طبعا. وكمان حاجه مهمه جدا الأرقدة اللي كل الستات بيعملوها نتيجة للعصبية وغسيل أو المواعين وغسيل المواعين وغيره. وشكل الإيد بتكسف طبعا، يعني لو شكلها مش حلو بتكسف طبعا. في البداية وقبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، تعرفي لنا يعني إيه الأكليريك أصلا؟ بصي، الأكليريك دوت بقاله فترة طالع جاي من روسيا. هو عبارة عن بيلدر للضوافر نفسها، ببني على الضافر نفسه ان انا ادي شكل جمالي لشكل الضافر ويقعد معاكي فتره 6 شهور، ان هو يقعد معاكي ويديك شكل الضافر بتاعتك بتبقى كويسه. تمام، يعني بيستحمل طبعا. يعني هو طبعا مهما كانت، وبناخد فيتامينز وبناخد حاجات كتير، وتغسلي وتمسحي الضوافر نفسها بتطلع ضعيفه. لا بالظبط، وبتغسلي وتمسحي وكل حاجه بضوافرك، وفي نفس الوقت بيديكي شكل جمالي ليكي كويس. يعني هي حاجه زي الكفرنج بالظبط، بتعمل كفر على الضافر نفسه ويبدا انها. الاكليريك بيختلف على الهارد جل. طبعا، ده حاجه وده حاجه. انا بنصح بالاكليريك بيبقى عباره عن الليكويد مع باودر، بعمل منه ماده مع بعض واحطه على التب بتاعي اللي هو الاكستنشن بتاعي، وده بيبقى عملي اكتر لست البيت. تمام. زي ما قلت لك، اللي هو الغسيل والكنس والحاجات بتاعت ست البيت دي، فانا انصح بيها الاكليريك. الهارد جل بتبقى ماده شفافه كده، حاجه ناعمه قوي. تمام. استعمالها برضو ما بيبقاش جامد قوي زي الاكليريك، ما بيستحملش زي الاكليريك اكتر. تمام. فاي عميله بتيجي اقول لها لا طبعا انصحها، اعرف الاول هي شغلها ايه او ايه بتشتغل في ايه بالظبط، وعلى اي اساس انا بحدد معاها اقول لها اكليريك او الهارد جل تشتغل. تمام. الاكليريك بتبقى الوان معينه؟ أوه. يعني هو الوانه بتفضل ثابته؟ لا لا، هو بيبقى اكتريته طبعا كلير بيبقى موجوده. أوه. ونزل منه بقى مؤخرا الوان انك انت تقدري انت تبني بيه عادي بقى الالوان اللي انت عايزاها، بتغنيكي عن الجيل بولش. انا شفت مجموعه صور ليكي والاعداد بيعدلنا الحلقه. حاجه في منتهى الروعه، بيفور وافتر، زي ما يكون الايد اختلفت. الايد هي فعلا بتدي شكل جميل. بنطلب من الاعداد انه يعرض لنا شغل استاذه الجيجي على الهوا معانا. اتفضلي حضرتك كملي. دلوقتي الاكليريك بيبقى عباره عن الوان معينه، والهارد جل بتبقى هما الاثنين. لا الاثنين، في منهم كلير اللي هو الشفاف طبعا، وفي منهم الوان لسه مؤخرا نزل من الاكليريك اللي هو الالوان. ده بيغنيكي عن الجل بوليش، ان انا ما احطش بعديه بقى اللي هو المانيكير الثابت اللي هو او مسمى الجل بوليش بتاعي. بحط اللي هو اللون بس الباودر وخلاص، بعد كده بقعد بيه بقى بيديكي الايفكت اللي انت عايزاه. تقدري تقولي لنا ايه خطوات الاكليريك لما تيجي مع عميله قاعده قدامك؟ اولا بناخد وقت قد ايه تقريبا؟ بصي، بيقعد من ساعه لساعه ونص، ولغايه لما بتعملي الفينشنج النهائي بتاعه يعني ساعه ساعه ونص. طب الخطوات بنبداها ازاي؟ لا الخطوات بقى دي تهيئه، بقى تعملي تهيئه او تعملي تخشين الضافر نفسه وتركبي التب بتاعك او الفورم بتاعتك طبعا. وبعدين بتبتدي انك انت تعملي بناء على الضافر نفسه بقى بتاعك. يعني شفنا رسومات كتير، انا بقدر اتحكم في الاكليريك او في البولش، او بقدر ان انا اتحكم في رسمه الضافر. يعني في فرنش، وفي مثلا المدبب، في المقعر او المدور، حسب شكل الايد. يعني الايد لما مثلا تيجي عميله تقولي مثلا انا عايزه اعمل ستريت، عايزه، فهو حسب شكل الايد. الايد الطويله مثلا ما ينفعش ان انا اعملها راوند، الايد المبطرخه شويه دي ما ينفعش نعملها ستريت. فهو بيبقى حسب شكل الايد اللي قدامي ان انا بنصحها اقول لها تعمل ايه. لو هي بقى مثلا مصممه على حاجه معينه وكده، خلاص اوكي اللي هي عايزاه طبعا. بس انا لازم انصحها طبعا من الاول، اقول لها الاساسيات اللي انا امشي عليها.
وطبعا احنا شايفين قدامنا الصور على الشاشة حاجة رائعة. الايد بتختلف كليا وجزئيا من شكل العمايل او لا. طبعا الايد الصغيرة افضل معاكي في الشغل ولا الايد بتبقى الكبيرة؟ متعبة أكتر، الصغيرة متعبة. متعبة ده انا أكتر. متخيلة ان هي هتبقى سامبل لا، وجميلة. ما هي عشان هي سامبل وصغيرة وضعيفة، فبتبقى متعبة معاكي في شغلك أكتر، تمام. بتحاولي إن أنت تبني على حاجات بسيطة قوي عشان ما يديش الموضوع فيك معاكي بالنسبة لك بالنسبة للإيد. ما يبانش لا يعني، اهم طبعا حاجة ان انت تطلعي كأنه الشكل ناتشورال. طبعا طبعا لازم إنك أنت عشان ما يبانش إن هو يبقى فيك، تمام. الكيوتيكل بتاعها والحاجات دي كلها لازم إن أنت تظبطيها عشان ما يبانش إن هي فيك، تطلع منك يبقى فيك عندها. حضرتك متخصصة رموش كمان، اه لا شيء بقى وانا هنتهز الفرصة وان حلقتنا وفقرتنا عن تحت الميكرو امر بليدنج وعن الاكليريك، بس انا لازم اسألك عن الرموش. اتفضلي. تقنية حديثة جديدة خلتنا نستغنى عن تركيب الرموش بالجلو بتاعها، او وكمان ان انا مش مضطرة كل ما اجي اعمل ميك اب او اعمل حاجة. اشرح لنا فكرة مبسطة عن الرموش وانواعها، وازاي ان احنا بنقدر الوقت بتاعها، بنعمل ريفيل كل مدة قد ايه، وهنسأل برضو على ريفيل الاكليريك لان احنا لسه مستمرين في كلامنا عن بصي، الاكليريك. الرموش كانت اول حاجه طلعت اللي هي وان بيس، اللي هي بتاعه العروسه اللي انا بحطها مره واحده، ده طبعا ليها جلو معين قوي. بالظبط. ودلوقتي كمان بقى ليها جلو ثابت اكتر، عشان طبعا انت عارفه العرايس بقى بتقعد تعيط في الفرح والكلام ده كله، فبتلاقي العروسه احساس مثلا بقى غربة بالظبط، وهتسيب بتقلق. فبقى ليها دلوقتي كمان جلو تاني بيبقى ثابت اكتر، بيقعد معاكي مثلا 2 أو 3 يومين. فهو تمام. وفي بعد كده الجلو اللي هو بتاع 1 باي 1 ده برضو شعراية شعراية. بالظبط، ده لا جلو 1 باي 1 دي مش شعرايه شعرايه، التانيه امال الدايمه اللي هي شعرايه شعرايه، الشعراية الناس شعراية اللي دي الدايمة؟ بتختلف طب ما بين ال 1 باي 1 عبارة عن ايه؟ بتيجي اللي هو بتبقى 3 دي، مثلا بتبقى 3 شعرايات مع بعض، 4 شعرايات مع بعض، ده انا بحطها برضو بجلو معين بيقعد معاكي من 20 ل 25 يوم برضو طب حسب تمام. الجلو. في بقى اللي هما بيسموها دايمه، وطبعا هي ما بتبقاش دايمه لان ده بيتعمل لها ريفيل كل شهر، مثلا بتيجي وعامل لك الريفيل بتاعك، دي بتقعد 3 شهور، ده برضو ليها جلو تاني اللي هي بقى اللي هي الشعرايه شعرايه اللي دي هي ال 1 باي 1 او بالظبط. الشعراء الهير باي هير. بالظبط. طيب انا هسأل حضرتك سؤال، الطبيعة العادية يوميا يعني الروتين اليومي، انا ركبت رموش مثلا وحطيتها سواء كانت دايمة او ال 20 يوم او الشهرية والكلام ده كله، وعنده متخصصة كويسة وكل حاجة، انا بقى الروتين اليومي اعمل ايه عشان احافظ وما الاقيهاش طالعة بصي، في ايدي؟ السؤال اللي هو كان دايما يجي لي العملاء تقول لي يا مدام انا بعد ما عملتها لي مفيش 2 3 يومين وقعت، طب حلو. يا ماما عملتي ايه؟ انا غسلت وشي، وبعد ما غسلت وشي خدت الفوطه ورحت غسلت. لا طبعا ده هي ليها استعمال تاني، يعني ده طبعا انت حتى رموشك الطبيعيه بتاعت ربنا غلط انت جدا ان احنا صعب انك انت تفضلي تعملي في عينك جامد قوي، فلازم بيبقى عارفه ليها ملمس بقى تاني، بقى ميك اب ريموفر بقى وايبس بقى اي حاجه بسيطه، انك انت ما تحاوليش تاثري على رموشك حتى الطبيعيه بتاعتك، يعني بيبقى عليها اكيد تقل ده اكيد، لان الفرق في العين اصلا بالظبط، واستخدام الفوطة وعليها والصابون اوريدي عليها والدعك تقل بقى، الكلام يعني ده تخيل رمشك سيء الطبيعي جدا. عليه تقل وعليه جلو وعليه حاجات، فانت صعب انك انت تبوظيه. فعارفه بقى ريموفر ميك اب كده حاجات بسيطه، الصبح مثلا لو قطنه مبلله كده تحطيها مثلا تحت عينك حوالين عينك، لكن طبعا لا الحاجات بقى اللي هي الفوط والحاجات والميه لا صعبه طبعا قوي. طبعا صعبة بالنسبة لنا. بالظبط. طيب هكلم هنرجع تاني ونتكلم على حاجة مهمة جديدة وتقنية مهمة جديدة، وهي بدأت بقالها فترة طويلة، فخليني أبدأ معاكي وأقولك التاتو. التاتو من 10 سنين تقريبا، بالظبط. تقريبا كانت مدة 10 سنين بالإبر بالمكنة بكل مسدس. حاجة، حاجة شبه الوشم بالظبط، ماشي. فكان في الأول خالص بيتعمل اللي هو كله جنب خط بعضه، واحد خط واحد كأني قلم في المسطر عاملاه. بالظبط. وطبعا اللون بيغير وبيجي بعد سنة أو بعد فترة ما على حسب نوع الصبغة اللي أنا الحبر. مستخدماها أو اللون اللي أنا مستخدماه، ممكن يقلب أزرق، يقلب أخضر، جراي. يقلب حاجة جراي، يقلب حاجات كتير جدا. رأي حضرتك إيه في التقنية بتاعة الميكرو بليدنج عموما الحديثة؟ وطبعا حضرتك بتشتغلي فيها ويحضروا لنا الإعداد، يحضروا لنا الصور اللي موجودة معانا. بصي، الميكرو بليدنج دوت لسه متعارف بقاله كام سنه، يعني تمام. مش كتير طبعا زي التاتو، وهو طلع معالج للتاتو. انت التاتو لما جيتي تعمليه فهو انت فعلا التاتو دائم، زي ما بتقولي انت بترسمي رسمه معينه ما بتقدريش تغيريها على مدار هو السنين. ده، والصور اللي موجوده على الهوا بتوضح لنا ان العميله اللي كانت موجوده دي كانت عامله تاتو. بالظبط. فالتاتو ده سؤال مهم كنت لسه هساله لك، هل لو انا عندي عامله تاتو ومر عليا مثلا سنين ما وبهت،
حضرتك عندك امكانيه ان انت تقدري تشيلي التاتو ده وتعملي شغل جديد؟ بصي، هو انا بشيله بالليزر، لازم التاتو يتشال بالليزر، بس طبعا بيبقى متعب قوي للعميله، تمام. فبيبقى تبع الخامات بتاعه الميكرو بليدنج. لو جبت خامه كويسه للميكرو بليدنج تقدري تعملي على التاتو نفسه ميكرو بليدنج هير باي هير، بيبقى شكله بيبقى زي ما حضرتك شايفه كده، بيبقى موضوع بيبقى طبيعي جدا ما فيهوش اي حاجه. نرجع للتاتو، ان انت بقالك سنين بيبقى الرسمه هي هي، يعني ما بالظبط بتتغيرش، وبتقلب هتغير. معاكي بقى خضار وبتقلب معاكي جراي والحاجات دي كلها. الميكرو بليدنج بقى انا جايه اعالج الرسمه بتاعتك، بتقعد معاكي مثلا من 18 شهر لغايه سنتين، بتقعد معاكي الرسمه بتاعتك، وممكن تغيريها كمان بعد سنتين. تمام، يعني انا اقدر الهير باي الرسمه هير او طبعا الرسمه نفسها بتروح اغير وتروح، بتروح. يعني لا مختلف عن التاتو، طبعا طبعا، نفس الابر ونفس لا المكنه. طبعا، لا لا، الابر بتاعت التاتو بتبقى ابر تانية ومسدس تاني، لكن لا الميكرو بليدنج لا طبعا حاجه تانية، ليها الابره بتاعتها وليها القلم بتاعها، لا دي حاجه ودي حاجه طبعا. تمام، اوكي، يعني سهل الامكانيه مع حضرتك ان انت تحولي التاتو، تحوليه لو من الخامات كويسه طبعا، لا بيبقى الموضوع بيبقى سهل. هو اهم حاجه في الخامات، طبعا وعشان طبعا. كده والمتخصص كمان. يعني انا شايفه ان الموضوع، وده هندخل هنتكلم على كورسات حضرتك وهنتكلم على الشغل المهم جدا اللي هو عنوان حلقتنا النهارده، فن دراسه الاكريليك، ازاي انا كمتخصص اقدر يكون عندي علم واديه لغيري. المتخصص هنا لما بيجي يختار الماتيريال اللي بيشتغل بيها، بيختارها على اساس ايه؟ تدوم معاكي، اصل هو اساس الشغل تظبيط الشغل، تمام، فانت لازم الاهم من الشغل تظبيط الشغل. بالظبط كده الاساسيات اللي هو التظبيط، انت تقعدي تظبطي شغلك وتجيبي ماتيريال كويسه والكلام هيديكي طبعا شغل زي الفل معاكي. فلو انت ما ظبطتيش اساسياتك وخاماتك مش هتعرفي تدي الايفكت اللي انت عايزاه. تمام، اوكي. طب مثلا راي حضرتك دلوقتي، يعني ايه، احنا حلقتنا النهارده حلقه تجميليه، رايك ايه في اللي يقال عليه ميك اب دائم؟ يعني انت شايفه ان الرموش والميكرو بليدنج وغير كده وكده كمان الشفايف، ماشي، الحاجات دي والاكليريك طبعا، بصي يا اميره، يقال عليها ميك اب شبه دائم؟ بصي يا اميره، هو انا اول حاجه قلت لك مفيش حاجه دايمه، يعني انا دايما لوجه الله سبحانه وتعالى. بالظبط، مفيش حاجه دايمه، احنا بنسميها زي ما انت قلتي سميتيها شبه دايمه، شبه دايم، بدليل ان انا لو على الاكليريك او على الرموش او حاجه انا بعمل ريفيل عليها كل فتره. طبعا، فحتى انت لو انت جيتي لمشك الطبيعيه فانت لازم اوريدي اللي هي بتقع، يعني طبعا رموشك الطبيعيه كل فتره بتقع، فطبيعي ربنا هو بيديكي الريفيل عليها لوحده. فتخيلي بقى انت لما بتحطي حاجه اكستنشن عليها فطبيعي لازم بتعملي على حاجه الريفيل، اذا كان في الرموش او في الضوافر بيبقى الاثنين واحد، ده ليه طبعا مده معينه وده ليه برضو مده معينه. بتختلف المدد؟ يعني في الاكليريك بتختلف المدد على حسب بصي هقول لك على حاجه، يعني انا المفروض اصلا في الاكليريك مثلا بعمل ريفيل كل 21 يوم. تمام، انا ساعات مثلا زباين تيجي بعد شهر تقول لك انا عايزه اعمل ريفيل، ما دام ثابت معاكي وزي ما قلت لك الشغل من البدايه بيبقى كويس ويبقى نظيف، لا ممكن يقعد معاكي شهر شهر واسبوع ما فيش اي مشاكل، حسب ما انت بقى قادره تشوفي ايدك شكلها عامل ازاي. بتفك الضوافر نفسها، يعني بتفك الطبقه نفسها ولا لا لا بتعملي لا لا، ما ينفعش بقى افك، انا خلاص مش انا هفك. عملت سات من الاول، فيجي الريفيل عندي انا بشيل الحته اللي هي يا دوبك اللي اتشالت منها، هي تمام بتسويه بالضافر وبتعملي بقى ريفيل، بتحطي الماده بتاعتك عليها تاني عشان يديكي شكل الضفر طبيعي تاني. تمام، اوكي. بس طب احنا عايزين نتكلم دلوقتي على حاجه مهمه جدا عندك، الكورسات. برغم ان انت سنك صغير وما شاء الله باين عليكي، بس انت متالقه في مجالك، وانا عرفت ان انت بتدي كورسات داخل القاهره وخارج القاهره ان شاء كمان. الله. عايزين نتكلم على، وهنحضر مع الاعداد، هنحضر الصور والفيديوهات اللي هنتكلم فيها. انا شفت حاجات رائعه، انا شفت بنات من اول حصه معاكي عملوا شغل. بصي الحمد لله الحمد لله، انا بتميز بالقاهره واسكندريه والغردقه، ما شاء الله يا ان حبيبتي، انا ربنا عندي يوفقك. الكورس عندي من اول يوم بشتغل عملي، من اول يوم باخد ودي الكل. حاجه بتفرق، الصور معانا، الصور اللي انتوا شايفينها معانا دلوقتي ده شغل البنات، شغل البنات اللي خدوا كورس. بعذبهم. يعني تخيلوا حضراتكم ان انا رايحه عشان اتعلم واخد كورس مطلوب مني في نفس اليوم، الحصه، في نفس في اليوم، نفس اليوم وفي نفس الحصه ان انا اطلع شغل، فدي حاجه بصراحه رائعه. بصي تاخديهم انك انت عارفه مش مدرسه وطلاب،
تمام يعني اول حاجه اقول لهم النظري، لان انا اصلا كنت طبعا كنت الاول برضو ما كنتش عارفه، فدرست برضو. فانت عارفه بتبقي انت رايحه عندك تشويق انك انت عايزه تعرفي كل حاجه، وخصوصا دلوقتي الميديا شغاله معاكي، فانك انت عارفه ايه ده وايه ده وايه ده، فانت اللي جاي معاكي عايز يعرف كل حاجه في وقت قصير جدا، بالظبط، ويفضلوا وواخد يسالوا معلومات من اكتر من مصدر، بالظبط وياخدوا وقت ممكن يكون يسالوا. معلومات صح ومش صح، وده خطأ ده جدا. حقيقي بيحصل، ان هو تيجي ايه الفرق بين ده وده مدام، طب ايه دو اديكم مثلا نص ساعه نظري، فاريح دماغي اقول لهم لا يلا بينا نشتغل نشتغل عملي عملي. يحط في ذهنك اكتر. صدقي ده بقى افضل فعلا، طبعا يعني انا مهما اتعلمتي ومهما خدتي مثلا غير دروس لما سواقه تشتغلي او دروس بايدك. غيره، غير لما تطبقي عملي. يعني في بالظبط كل مجال بندرس، يعني احنا في كل مجال بناخد الدراسه النظريه والكتابه والشرح ايا كان، بالظبط. بيجي عند المرحله النهائيه التطبيق العملي، هو ده اللي بيثبت انا التعليم بجيب اللي انا لهم خدته. بقى من الاول، يعني بدل ما انا اقعد افضل اشرح والكلام، لا يا جماعه نجيب موديل معانا ونقعد بقى ندرس عملي معانا. عايزه اقول لك صدقيني ان هم بيستفادوا كتير، يعني الاربع تيم بيستفادوا فيها وبيبقوا فعلا مش عايزين يمشوا، وبنبقى افضل بقى اصحاب لفتره، ان احنا اللي انتوا عايزينه والخامات والكلام ده كله. بس الحمد لله الحمد لله، يعني انا من اول يوم عندي او من اول ساعه العملي عندي، ما عنديش حاجه اسمها تاني يوم ولا تالت تخيلوا يوم. اللي احنا شايفينه ده فعلا شغل بنات من اول كلاس، يعني من اول حصة يعني اقول لك ايه، بس اقول لك صدقيني ايه، بس بالنتيجة الرائعة، بعذبهم. النتيجة الرائعة. لا بس بسم الله ما شاء الله على حضرتك، يعني اولا الفن دراسة الاكليريك فهي شغلة، فانت بتفتحي مجال لناس انه مش بس يعمل او ينبسط بشكل ايديه، لا انت بتفتحي له مجال كمان لشغل. بالظبط. انا عايزه الستات كلها تشتغل يا امير، يا يعني رب يا يعني رب. انا مش عايزه واحده الحياة صعبة واحنا فعلا كلنا بالظبط، انا مش محتاجين. عايزه ست تقول انا مش عارفه اعمل حاجه او مش في ايدي مهنه. لا انت معاكي مهنه، ممكن تعملي اي حاجه باسعار رمزيه، تقدري انك انت تفتحي وتعملي اللي انت عايزاه كله، ومفيش اي مشاكل في اي حاجه. طيب هنكمل كلامنا برضو عن الكورسات، وانا عايزاكي تتكلمي وتقولي اخر حاجة كنت موجودة، اخر فعالية او اخر كورس كنت موجودة فيه، قدمتي ايه وتعاملتي مع البنات ازاي، وعدد البنات اللي كانوا معاكي في الكورس الواحد. بصي انا اخر كورس كان من 3 ايام اللي مخلصه، كان في الغردقة. الغردقه راح الاسبوع الجاي، واللي كان قبلها كان الغردقه من اسبوعين كده. بصي كان عدد الكورس بيبقى من بين 3 و5 طبعا، عشان خاطر ظروف الكورونا اللي موجوده معايا طبعا اليومين دول، اكيد انت فما بتحاولي ان ما بحاولش يبقاش في لعدد تجمع اكتر. كتير. ساعات ببقى خالي مثلا صبح وليل حسب اللي هم حابين ايه، لان زي ما انا قلت لك انا بحب اتعامل معاهم ان احنا صحاب. انا اللي انت اللي ريحك ايه، اللي انت عايزاه مثلا تحبي صبح تحبي ليل، ايه نظامك، وبحاول اريحهم. زي ما قلت لك اول يوم عندي العملي، يعني هما جايين اول تليفون بكلمهم يا جماعه هاتي موديل معاكي عشان هتشتغلي عليها عملي. بس لسه مخلصه الكورس من يومين الحمد لله، ولسه رايحه الغردقه الاسبوع ده. سهل ان انا اعمل اكليريك لنفسي؟ لا انا معذباهم، انا في عندك معذبك. صور بنات عامله نفسها عاملين لنفسهم لنفسهم، لايديها. ويفضلوا يقولوا لي يا مدام طب مش هنعرف نعمل اليمين، هتقعدي وهتشتغلي على نفسك لعذاب. لا بعذبهم الصراحه في الموضوع ده. لا ما هو اصل في الموضوع بتاع انا التعليم عايزاهم ده، يبقوا يعني يا بروفيشنال. بخت يعني ايه بيقول لك اللي هي تعطيني سمكه ولكن علمني الصيد. بالظبط، فانت يعني ده لما افضل تشتغلي بالنسبه لنفسك لي. هتعرفي تشتغلي لغيرك، يعني انت تمسكي المبرد وتشتغلي لنفسك هتعرفي تشتغلي لغيرك طبعا. اكيد طبعا. بس اصل التحكم ان انا اتحكم في نفسي دي حاجه واو، بالظبط، افضل من يعني اصلا طالما وصلت ان انا هتحكم في نفسي يبقى انا هطلع وما شغل عنديش بيرفكت حاجه مع اسمها الاخرين. مستحيل. يعني ما ينفعش تيجي تقولي لي يا مدام انا مش عارفه اعمل حاجه، هتعمليها ان شاء الله اقعد معاكي 2 3 ساعات، مفيش حاجه اسمها مش عارفه اعملها، لا هتعمليها. مده الكورس تقريبا بتبقى قد ايه؟ يا يعني ربي يا بتقعدي مع اميره. البنات مثلا بصي قد هو ايه؟ المفروض 3 ساعات، تمام. بس انا مع البنات لو هقول لك صدقيني بامانه انا ممكن اوصل ل5 ساعات و6 ساعات ومش عايزين يمشوا، اللي هو هم احنا مبسوطين في القعده بس ان هو ومبسوطين يا جماعه انا بالمعلومات اللي قاعده بياخدوها. لكم لغايه لما تزهقوا وتفهموا انتوا بتعملوا ايه وانا بعمل ايه. انا ما بعملش مده معينه، يعني هو 3 ساعات في اليوم طبعا، بس لا انا عايزاكي تمشي من عندي تكوني انت فاهمه كل حاجه، تمام. فما فيش طب وقت معايا. عايزين برضو نتكلم في حاجه مهمه جدا،
اماكن الكورسات حضرتك؟ يعني انا عرفت ان حضرتك موجوده في الرحاب. بدي في تمام، الرحاب. بتدي في الرحاب، وفين تاني ان شاء الله باذن مدينه الله؟ نصر في اول 9 ان شاء الله، ان شاء عشان الله الناس باذن اللي الله مستبعده بالتوفيق يا رب، الرحاب، ان شاء الله يجعله فتحه خير في يا رب اول عليك. 9 ان شاء الله هفتح المكان في مدينه نصر ان شاء الله، ان شاء الله ان يعني شاء عشان الله الناس اللي مستبعده يا جماعه الرحاب، فخلاص جيت لكم ان شاء قريبه الله باذن مدينه نصر قريبه ان شويه. شاء الله. وطبعا حضرتك بتروحي، يعني احنا معانا ارقام التواصل والصفحه الرسميه للاستاذه جيجي مرقص، اي حد حابب انه يتواصل معاها سواء كان في الكورسات او سواء كان حتى في العمل. وهنسالها دلوقتي عن مفاجاتها في الكورسات لمشاهدين ومشاهدات صالون الاميره. احنا هنعمل خصم ولا مش هنعمل خصم؟ لا طبعا ده عشان خاطر اميره. تسلمي لي لا وتسلمي طبعا الاميره، اللي اميره تقول عليه طبعا، لا ربنا طبعا يخليكي خصم يا روحي، لاي حد يجي تبع صالون الاميره وتبع اميره تحت امره طبعا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزين بقى نتكلم في اخر حاجه بالنسبه لنا، عايزين نسال عن نوعيه الضفر نفسها. يعني احنا دلوقتي عندنا في ضوافر بتبقى مثلا ضعيفه جدا 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 جدا، وفي ضوافر قويه، وفي ضوافر بيكون فيها حواليها من هنا في زي زيادات كتير جدا، وفي ضفر غائر، وفي ضفر مرفوع. الكلام ده كله يعني بيخليكي تعملي ايه في كل ضفر علشان تقدري تعملي عليه ويطلع النتيجه اللي احنا بصي شايفينها؟ اميره، اول حاجه زي ما قلت لك لازم الامانه تكون موجوده. اكيد طبعا. انت لو اول حاجه قلتي لي عليها الضوافر ضعيفه، فانا انصحك اول حاجه بلاش الاكريليك وبلاش الهارد جل. هقول لك يعني حرامي ان انا ادي تب، اقول لك اول حاجه نعمل تريتمنت نعالج الضفر، وبعدين احاول ان انا اديله الطول بتاعه اللي انت عايزاه. تمام. فعلاج الضفر ده له تريتمنت، يعني اقعد حوالي 15 يوم لازم اعالجه لك على الموضوع دوت لغايه لما يتعالج قدامي الضفر واحس ان هو متماسك نفسه، ابتدي ان انا اشتغل مع الاكريليك او الهارد جل. يعني ممكن عميله تجيلك وانت تشوفي شكل ايديها وتلاقي انها ضوافرها طبعا صعبه او طبعا مثلا لا مش ضعيفه، صعبه، صعبه ليها عليك؟ لا ضعيفه او طبعا مثلا ما مش اذيهاش، هتستحمل. لا ما اقدرش اذيها، يعني ما اقدرش ان انا اذيها، فاقول لها هعالجها لك 15 يوم وبعدين اعمل اللي انت عايزاه. وبتعالجيها عن طريق التريتمنت. يعني ده ملوش علاقه بادويه؟ لا 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 تريتمنت ان انا احط لها عشان خاطر ان انا ابني الضفر برضو بعد 15 يوم تيجي لي مؤهل ان انا احط لها الاكريليك او الهارد طب جل. التريتمنت نفسه ما اقدرش ان انا استخدمه واقعد بيه فتره طويله ولا لا؟ لا لا تقعدي عادي واخد شكل الضفر بتاعك فول وزي الفل، مفيش اي حاجه زي تمام في كل حاجه بالظبط. طيب اخر سؤال معانا اتفضلي. قبل الختام، عايزه رساله منك توجهيها لكل البنات ولكل اللي خايف ان مثلا لو انا جيت عملت اكليريك النهارده، لا 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 انا اسمع انه صعب جدا يتشال، لا 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 ممكن يشيل ضفري معاه، ممكن ممكن ممكن، فممكن حضرتك تبصي للكاميرا بتاعتك وتوجهي رساله لكل البنات اللي قلقانين. لا بصي لو الاكليريك او الهارد جل لا ما تقلقيش، بيدي صدقيني شكل الضفر حلو ليكي وانت قاعده مع نفسك وتشتغلي بيه ومفيش اي حاجه، اهم حاجه بس تكوني رايحه لحد متمكن وحد كويس ان هو ما يضحكش عليكي فيه. بالنسبه للرموش كفايه انك انت بتصحي الصبح ما بتبقيش محتاجه ميك اب. مهم ده يعني جدا، انا عايزاه على فكره. انا هجيلك يا جيجي بجد. صدقيني بتبقى فعلا شكل الرموش، انت بتصحي الصبح فعلا مش محتاجه ميك اب، يعني انت مجرد تحطي روجاجو بس بيدي الرموش شكل بتفرق جميل. شكل العين وشكل الوش بالظبط. نهائيا. فلا طبعا انصحهم بيه. طيب هقول لحضرتك في النهايه خالص وقبل ما نختم، لان انا جاي لي اسئله على الاير بيس بيبلغوني عليها دلوقتي. اوقات ناس كتير جدا بتخاف ان الطبقه نفسها اللي بيعملوها او اللي بيحطوها بتطول مع الضافر، لما بيجي يطول تحتيها بيأذي. هل الماده نفسها ممكن تأذي في الاكل او تأذي في الشوربه، او مثلا اللي بيعمل طبيخ او اللي بيعمل حاجه؟ بصي يا اميره برضو هقول لك، انا قلت لك اول حاجه ان انت بتهيئي الضفر نفسه وبعدين بتحطي التب او الفورم بتاعتك وبعدين بتحطي الماده، فانت بين الماده وبين ضفرك في عازل اللي هو البرايمر اللي انا بحطه، فانت اوريدي فيها عازل. انت غير كده انك انت كل 21 يوم فانت بتعملي ريفيل، فالريفيل دوت اللي هو بيمنع الفطريات اللي هي موجوده داير ما يدور، لو زي ما انت ما بتقولي دخلك اكل او دخلك لان حاجه. هو الخوف البنات بيقولوا لا اصلها بتجمع الفطريات، لا اصلها ما بتجمع انت مش عارفه ايه. طول ما انت ملتزمه على الريفيل بتاعك فمفيش اي حاجه من دي خالص بتحصل. كل 21 يوم بتيجي بتنظفي ضوافرك، بتنظفي داير ما يدور، بتنظفي الكيوتيكل بتاعتك، الجلد اللي هو بيبقى طالع ازاي دوت،
ديكير ناشف انت بتعمليه طبعا، فلا طبعا ما بيبقاش فيه الحاجات دي خالص موجوده، ما يقلقوش من القصه دي خالص ما دام في متابعه كل 21 يوم. لا طبعا انصحهم. عرفت حاجه من حضرتك مهمه جدا قبل الهوا، قلت لي كتير جدا من البنات المحجبات بيحصل عندهم في الجزء الامامي نتيجه للبندانه ونتيجه لربطه الحجاب. انت غشيتي مني يا اميره. ده سر ما بقولوش لحد يا اميره. عايزه اقول لك حاجه، لا دي حاجه واو، واحنا محتاجين نعرف مشاهدينا الكرام، اي متخصصه موجوده معانا واي خبيره موجوده معانا، ده شرف لينا والصالون الاميره. ما مش اي حد يعمله يا اميره، انت كده فتنتي عليا. لا هو انا مش بفتن عليكي، بس انا عايزه اسالك فعلا سؤال مهم جدا، ان انا اطوع الاله اللي معايا او اطوع طبعاً. المهنه اللي معايا يعني لو انا قادره ان انا ابدا فببدا بكل المجالات. بصي انا اول حاجه عملتها طبعا، انت عارفه الهير باي هير مايكروبليدنج، انت بتعملي على الحواجب نفسها بالظبط، فالحمد لله بيقعد زي ما قلت بيقعد من 18 لسنتين بيبقى على الحاجب، وطبعا بتيجي تعملي ريفيل برده كل 21 يوم ليه تو سيشن بتعمليه بعد ما بتعملي الجلسه الاولانيه. فجات لي كانت زبونه كانت يعني حاسه ان هي متضايقه قوي وانا بعمل لها ميكرو بليدنج كده وشلت الحجاب، فلقيت داير ما يدور هنا في حاجات غريبه كده اللي هو كانها بيضه صلع، صلع حتت صلع، بس ده ملوش دعوه لا بسعلبه ولا بتعب، لا ولا لا دي هي من الحجاب، نتيجه ربطه الحجاب والبندان. فالمهم بتعمل في حقن وكده، قلت لها طب ما تيجي انا هجرب لك الميكرو بليدنج فيه. كان الموضوع تجربه تجربه بالنسبه لي، انا بقول لك الابداع واحنا معانا مبدعه ما شاء الله. فالمهم معقوله، قلت لها لا هجرب لك. فعلا جربت، عايزه اقول لك ان طلعت نتيجه فظيعه. انت عارفه ان بيحصل ده معانا يعني، في كتير جدا في الميك اب ارتست بيعملوا ده، بس طبعا في الميك اب ارتست بيعملوا عن طريق ميك اب فبيتغسل فبيروح، اللي هو مجرد بس يا دوبك ايه خروجه او هتصور او طالعه في التلفزيون والكلام ده، ميه بيتشال معاه. لكن طبعا انت الميكرو بليدنج انك بتعملي الحواجب بس، بدل ما تعملي عند حواجبك انا عملت لها كام جزء الناحيه دي، اداها فعلا نفس الشعرايه اللي هي طالعه مع البيبي هير بتاعتها. والحمد لله الموضوع نجح معايا جدا، مفيش ما شاء الله. يا جماعه اكسكلوزيف في الموضوع دوت لجيجي مروس على الموضوع دوت خاص بيها وترند بيها، لان فعلا انا قعدت مع ناس كتير، اول حد يكلمني في الموضوع ده انه يقدر يستخدم الابر نفسها او يقدر يستخدم الشعرايه كانه بيرسم شعرايه رسمه خطوط رسمه خطوط. وبحاول ما اوريش العميله كمان شكل الابر ازاي، يعني بتتخض يا روحي. اول في ناس اعرفهم اول ما بيشوفوا شكل الابره تقوم بيصوتوا، يا جماعه الموضوع بسيط، الموضوع بسيط. ان هي الابره صغيره هسس بيبقى عندهم هسس يا اميره، ابره وتخش من الابر نفسها. لكن اول موضوع صديق ما بتحس طبعا مع البنج وكده ما بتحسيش، وايدك مره واحده شغاله ما تديهاش ان هي احساس ان هي تتعب فيه، لا طبعا ما فيش اي احساس. سؤال تاني طمر، اللي مترددين عليكي اكتر ايه؟ يعني اللي بيحبوا يعملوا بالذات خصوصا الاكلاريك، يعني انا عايزه اتكلم عليه، هل البنات الصغيرين بس ولا السيدات الكبار؟ بصي الكبار بيجوا مش كورسات، يعني الكبار مش كورسات بيجوا ان هم يعملوا. لا انا بتكلم على ان انا حب يعني اللي بيجوا عملاء عايزين لا الاثنين الاثنين لا وعندنا بيبقى كبار اكتر كمان. ما هو الكبار اكتر اكيد، لان هي ضوافرهم تعبت بالظبط، اتقصفت وتعبت الفتره اللي فاتت دي كلها. لكن البنات الصغيرين نتيجه للاكل طبعا والكيماويات اللي موجوده ونقص الفيتامينز. واميره هم ملوش سن معين، يعني ما اقدرش اقول لك مثلا من 18 ل 60 سنه، لا هو ملوش سن معين. هي انت كل حاجه ما فيهوش منه قدر، لا 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 مش قدر، لا 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 مهما كانت، وبس انت تحافظي على الريتم بتاعك، ولا حساسيه بتاعي. ولا بيعمل اي لا لا حاجه لا لا. ولا انا ببقى انا فاهمه زي ما قلت لك، لو الضوافر ضعيفه انا هقول لك حرام، يعني حرام تبوظي شكل ايدك ضوافرك، لا تعالي نعالج. لكن انا ما ينفعش ان انا ابني لك واعمل لك تاب وحرام، يعني انا هتعبك معايا. صحيح هتعبك لي. بشكرك جدا يا جيجي، استمتعنا معاكي وفعلا بجد انبسطنا جدا جدا بالصور اللي شفناها، وانتظريني عندك باذن الله. في نهايه فقرتنا بشكر خبيره الاكلاريك والميكرو بليدنج والرموش جيجي مروس، شرفتينا يا مدام جيجي. مستمرين معاكم في حلقتنا التجميليه، وهنتكلم في موضوع كبير جدا بعد الفاصل، كل ما يخص جمال البشرة والشعر ورسم القوام بدون جراحة. انتظرونا بعد الفاصل في صالون الأميرة.